نزولا على رغبة الأحباب، فإننا نبدأ بشرح كتاب في أصول الفقه على نهج المتكلمين، يعني على نهج السادة الشافعية والمالكية والحنابلة. فأنتم تعلمون أن الكتابة في أصول الفقه على طريقتين: طريقة السادة الحنفية، وهي الطريقة التي تعتني بالفروع ثم يستنبطون القاعدة من الفروع. فالأحناف يمثلون وجهة الاستقراء المنطقي، استقراء الفروع الجزئية، ثم إنهم يستخرجون قاعدة كلية من هذه الفروع الجزئية. أما طريقة المتكلمين الشافعية فإنها تعتني بذكر القاعدة أولا بغض النظر عن الفروع، عن الجزئيات، ثم بعد ذلك يخرجون هذه الفروع أو هذه الجزئيات على هذه القاعدة. ولذلك يحدث عندهم من الاستثناءات الكثير، حيث إنهم بعد أن يضعوا القاعدة بعد ذلك يأتون بتخريج الفروع عن هذه القاعدة، وبالتالي هناك فروع لا تندرج تحت هذه القاعدة فيقولون هذه خارج. بدأنا في الأزهر الشريف في يوم السبت بدراسة كتاب الأشباه والنظائر في قواعد الفقه لابن نجيم على طريقة السادة الحنفية، وترددت كثيرا أشرح هنا أصول الفقه لأني رجل حنفي وشديد التعصب للحنفية بيني وبينكم يعني، لكن نزولا على رغبة الأحباب من الطلبة الشافعية يعني يريدون كتابا يتعلق بأصول الشافعية، ففكرت أشرح لكم الورقات، لكني شرحتها من قديم، تجدوها عند بعض الإخوان وعلى النت منذ سنوات في الجامع الأزهر. فوجدت اللمع للإمام الشيرازي وسط بين الورقات وبين الكتب الكبيرة، وهذا الكتاب يمتاز بالدقة وبالترتيب، وأنا أحب هذه النوعية من الكتب، بحيث إنك لو رجعت إلى البيت وحفظت مسألة مسألة في الكتاب فإن أصول الفقه يحدث في ذهنك وتستطيع أن تتصوره تصورا كاملا. أما الدراسة بأنك يعني تجتزئ جزئية من هنا وجزئية من هنا وجزئية من هنا ثم العلم لا يكون في ذهنك على التصور الكامل، هذا ليس بعلم. فالذي يريد أن يستفيد من هذا الدرس أن ما نشرحه يذهب إلى البيت ويحفظه، فإذا حفظت هذا الكتاب أصبحت أصول المتكلمين أو أصول السادة الشافعية متضحة مرسومة الخريطة في ذهنك على أتم وجه. تستطيع بعد ذلك أن تنتقل من هذا الكتاب إلى الكتب الكبيرة، إلى جمع الجوامع إذا أحببت، إلى الإسناوي إذا أحببت، إلى الكتب الكبيرة عند السادة الشافعي. فالمهم هو التحصيل والإتقان، مما يعني أعيبه على كثير من الطلبة أنه يحضر هنا ويحضر هنا ويحضر هنا، وبعد سنوات تسأله ماذا حصلت؟ لا شيء. ماذا تقرأ في النحو؟ أقرأ قطر الندى وقرأت شذور الذهب وقرأت ابن عقيل، ثم أنت تسأل عن الإعراب؟ لا شيء. في أصول الفقه لا شيء. يقولون العلم ما بقي في الرأس، ما الفائدة أن تقرأ كثيرا وليس في ذهنك شيء؟ ولذلك يقول العلماء اعلم أنك لو قرأت كتابا واحدا وأتقنته خير لك من أن تقرأ ألف كتاب. أدركنا من الشيوخ من يحفظ كتابا واحدا، يحفظ جمع الجوامع في أصول الفقه فقط، وهو يجتهد ويستنبط، وعالم كبير لا يحفظ إلا كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه، لا يحفظ إلا كتاب المنار. أما أننا أحضر كتاب الإسناوي وأحضر جمع الجوامع وقرأت هذا وتجلس مع الناس يعدد لك العشرات من الكتب من القراءة ثم تسأله عن مسألة فيتلعثم ولا يكاد يبين.
العلم هو الأصول، العلم الضوابط، العلم القواعد. كلما حصلت في ذهنك الأصول، حصلت القواعد، حصلت الضوابط، كلما تقدمت في العلم، لأن الجزئيات لا تتناهى. يبقى الدرس بتاعنا يبدأ في المرة القادمة، لا تستبعد أننا نريد التسمية، سمع يا فلان، سمع يا فلان إلى آخره. بناء على هذا الطالب الذي يجد نفسه أنه يأتي هنا للفصحى يستمع ثم يذهب ويترك الكتاب، هذا لا يبدي، إنما الذي يبدي أن يحفظ مسائل الكتاب. واضح؟ من أفضل الكتب عند السادة الشافعية أيضا كتاب المستصفى للإمام الغزالي، بحيث إنك تستطيع أن تقول بأنه بعد الغزالي لم يأتي أحد في أصول المتكلمين بجديد. وأفضل الكتب عند السادة الحنفية كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري على أصول البزدوي. كان الشيخ سعاد جلال رحمه الله في كلية الشريعة يقول: إذا قرأت المستصفى للغزالي عند المتكلمين وقرأت كشف الأسرار للبخاري، أنفض يديك من كل الكتب. يبقى المهم الإتقان، المهم التحصيل. ولو أنك تقرأ كتابا أو كتابين، أفضل من أن تقرأ مئات الكتب دون تحصيل. الشيخ الشيرازي له كتاب أوسع من هذا اسمه التبصرة. هو في التبصرة اعتنى بذكر المسائل مع أدلتها، لكنه في هذا الكتاب لا يعرج على الأدلة إلا قليلا، لأنه يعتني بذكر المسائل الأصولية إجمالا، لا يفصل ولا يوسع ولا يذكر الخلاف ولا يذكر الأدلة إلا قليلا، بخلاف التبصرة. يعني قبل أن نطلع على شرح اللمع، ولو شرح اللمع أيضا في مجلدين، كنت تستطيع أن تقول بأن التبصرة شرح اللمع، فهو أيضا شرح يعني هذا الكتاب بمثابة المتن، هذا الكتاب بمثابة المتن. تنشغل أيضا كما قلت بهذا الكتاب، لا تذهب إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا تبحث عن الشروح الكثيرة، وبالتالي لا يحدث ما نريد من تحصيل هذا الكتاب. الأمر الثالث، أنا لا أحب التطويل في بدايات الكتب، لأن بعض الناس يطيل في المقدمات ثم لا يدخل إلى صلب العلم، ونحن نريد أن ندخل إلى صلب العلم وأن ننتهي من هذا الكتاب في أسرع وقت. هو بدأ الشيخ بعد المقدمة القصيرة التي ذكرها في الكتاب، بدأ باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. معكم الكتاب؟ النسخة دي منين بتاعت حالي؟ آه ما شاء الله. باب بيان، باب بيان العلم والظن وما يتصل به. أنا كسرت بيان، قلت باب بياني، ولا نقرأ باب بيان؟ باب بيان نعرف إيه؟ يبقى نعرف باب خبر لمبتدأ محذوف. هذا باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. واضح؟ يقول: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأنه أو لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. اشتغلوا معش النظارة. المناطق يستخدمون كلمة الحد، والحد عند المناطق ما تركب من الذاتيات فقط. الحد عند المناطق ما تركب من ذاتيات فقط. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. كلمة حيوان يعني كائن حي متحرك بالإرادة، وناطق يعني مفكر. لما تبحث في الحيوانية والناطقية تجد أنهما ذاتيان في حقيقة الإنسان. أما ما تركب من ذاتي وعرضي عند المناطق
أو تركب من عرضي فقط يقولون عنه رسم. يبقى الحد عند المناطق ما تركب من ذاتي فقط، والرسم عند المناطق ما تركب من ذاتي وعرضي أو من عرضي فقط. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن ما تركب من ذاتيات إن وجد عند الأصوليين، وما تركب من ذاتي وعرضي عند الأصوليين، أو ما تركب من عرضي فقط عند الأصوليين، فالكل حد. يبقى نستطيع أن نقول الحد عند الأصوليين أعم من الحد عند المناطق. مفهوم؟ المناطق يعتنون في الحدود بالذاتيات فقط، ما تركب من غير الذاتيات عند المناطق يقولون عنه رس. عند الأصوليين كما يعرف المصريون الكل عند العرب صبور، ما تركب من ذاتيات فقط، ما تركب من ذاتي وعرضي، ما تركب من عرضي فقط، الكل عند الأصوليين حد. ليه هذه التفرقة؟ قال لأن المناطق يبحثون عن حقائق الأشياء، الأصوليون يتكلمون في الأحكام. لا يعني الأصوليين أن يبحثوا في الذاتيات. وعلى رأي الإمام الغزالي في المستصفى، الوقوف على الذاتيات في الحدود عسر، فيه صعوبة. مش كده يا مولانا؟ قال والحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنعه من أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه. بعد المراجعة هذا التعريف، تعريف القاضي الباقلاني، السطرين دول بتوع القاضي الباقلاني. الحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره. ما معنى يحصره؟ يعني يمنع من دخول الغير فيه ويمنع من خروج أفراده. فأنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، إذن أنت حصرت جميع أفراد المعرف في هذا الحد، بحيث لو قلت الإنسان حيوان ناطق يمتنع أن يخرج أي فرد من الإنسانية خارج هذا الحد، وكذلك يمتنع أن يدخل ما ليس فيه أو ما ليس منه. فلو قلت الإنسان حيوان ناطق لا يدخل معك الحمار، لأن الحمار حيوان لكنه غير ناطق. اللي احنا بنعنى في المنطق بعبارة أوجز، الحد الجامع المانع. جامع يعني يجمع كل أفراد المعرف، مانع يعني يمنع من دخول الغير فيه. ولذلك لا يضع التعريف في العلوم إلا أكابر العلماء، مش العلماء فقط. ليه؟ قالوا لأن التعريف يحتاج من العالم إلى حصر الجزئيات. والمهم في العلم أننا ندرس ونطبق الواقع الذي نعيش فيه. أنت تجد الناس الآن عندما يتكلمون يأتون بتعاريف ما أنزل الله بها من سلطان، وهو لا يعرف أنه أن هذا التعريف الذي أتى به لا يعرف هل هو جامع ولا مانع ولا يستوفي شروط التعريف ولا يعرف. لذلك طالب العلم لابد أن يعتني بالتعريف عند الأقدمين، لأنهم الذين نظروا فوجدوا
في التعريف أنه لابد أن يكون جامعاً مانعاً. أنا عندما أقول لك مثلاً علوم القرآن، تجد في بعض الكتب الآن علوم القرآن باعتبار اللقب، باعتبار التعريف العالمي، علوم القرآن ما هي؟ يقول لك علوم تبحث في القرآن الكريم. هل هذا التعريف جامع؟ هل هذا التعريف مانع؟ هل في هذا التعريف جنس وفصل كما يشترط المناطق؟ إنما أنا أقول علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيثيات مخصوصة. لما يجي بعض الأصوليين يقول القرآن هو اللفظ المنزل، ما رأيكم في هذا التعريف؟ قل لي غير مانع ليه، قل لي غير جامع ليه، قل لي أي حاجة. دخل خذ لي بوك. أدخل ما ليس منه. نعم. أدخل ما ليس منه. ما هو الذي ليس منه؟ كالتوراة والإنجيل. لا، القرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المنقول بالتواتر. لما تقرأ في حوش جمع الجوامع يعترضون على هذا التعريف، يقولون القرآن هو الكلام. ليه؟ قال لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقي على المهمل والمستعمل، أما الكلام فجنس قريب. والقاعدة استعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. تجد العبارة دي بالضبط في كتب النحو، في كتاب قطر نادر ابن هشام، لما يعرف الكلمة قول ولا لفظ فهو اختار القول، والاستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. يبقى يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. أنا أقول لابد أن نربط العلم بالواقع المعيش. يبقى عندما يأتي بعض الناس أن يعترضون على المنطق، منطق حرام يا أخي، أقل ما في المنطق أنه يساعدنا لفهم تراث المسلمين بعيدا عن الحرام والحلال، أقل ما في المنطق أنه يساعدنا على فهم تراث العلم. شوف، تصور أننا لو لم نعرف المنطق يا فضيلة الشيخ هذا الكتاب لا نفهم. نقرأ هكذا، الحد هو العبارة عن المقصود بما سرق، كأننا نقرأ الغازا. ولذلك المنطق من علوم الآلة، يعني المنطق من العلوم المساعدة، النحو من العلوم المساعدة، علوم الآلة، الصرف، البلاغة، كل هذا من العلوم التي تساعدنا على فتح أو على فهم مغاليق العلوم. يبقى الحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه. ومن حكم الحد أن، يعني من شرط الحد، كلمة الحكم هنا المقصود منها الشرط، ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس ويوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. يوجد المحدود بوجود الحد وينعدم المحدود بانعدام الحد، مش كده يا مولانا؟ يوجد المحدود بوجود الحد، توجد الحيوانية الناطقية، يوجد الإنسان، تنعدم الحيوانية الناطقية، ينعدم الإنسان. واضح الكلام؟ فصل. إذا حد وجد عبارة مختلفة في الطبعات اللي معاكم يقول لي، لأن في اختلاف في النسخ فيما أعتقد. فصل. فأما العلم، هو الشيخ في العنوان الباب بيان العلم والظن، فهو الآن يريد أن ينتقل إلى تعريف العلم.
فيقول العلم هو معرفة المعلوم. وبعبارة مجازة على حسب هذا التعبير، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. لكن هذا التعريف عليه اعتراض. من يعرف؟ بأن فيه ضبط، لأن المعلوم متوقف على معرفة العلم، والعلم متوقف على معرفة المعلوم. والدور هو التوقف كل من الشيئين على ما يتوقف عليه الآخر، كما تقول ألف متوقف على ب وب متوقف على ألف. الشيخ في الكتاب ذكر تعريفين، تعريف ارتضى وهو لأهل السنة، وتعريف المعتزلة ونقضه. فنحن أيضا ننقض التعريف الذي ذكره الشيخ، ونقول العلم ما هو؟ هو المعرفة المعلومة، وانتقدنا هذا التعريف. ممكن تقول العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. طبعا لو رجعت للمواقف في علم الكلام ذكر أكثر من 20 تعريف، ولا صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. هذا أحسن تعريف للعلم، صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. مش عارف أتكلم أنا عشان فيه تصوير بتاع، فيه تصوير عشان أنت تيجي الدرس براحتك وتغيب براحتك. معايا؟ ثم ذكر الشيخ تعريفا للمعتزلة فقال: وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، وهذا غير صحيح، لأنه يبطل باعتقاد العام فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. فهمنا ابن الشيخ؟ فهمنا أنه ذكر تعريفا للمعتزلة ثم رد هذا التعريف وحكم عليه بالبطلان. لكن الشيخ هنا كما قلت على طريق الإيجاز، هو رد تعريف المعتزلة وأبطله من وجه واحد، لكن في شرحه على هذا الكتاب أبطل هذا التعريف من ثلاثة أوجه. أبطل هذا التعريف منين؟ من ثلاثة أوجه. النظارة دي مش عايزة تظبط. هذا التعريف، بس أنا زودت كلمة على اللي قاله الشيخ في الشرح، وكلمة سنستبين دقتها فيما بعد. أنا قلت هذا التعريف فاسد عندنا من ثلاثة أوجه. الشيخ ما قالش عندنا، الشيخ قال هذا التعريف فاسد من ثلاثة أوجه. لأنك لما تدقق أتجد أن المعتزلة بنوا هذا التعريف على أصول عندهم، هذه الأصول فاسدة عندنا. يبقى بناء على هذا نحن نحكم على هذا التعريف بالفساد على أصولنا، أما على أصول المعتزلة فالتعريف ماشي. فأنت ما تقولش هذا التعريف فاسد ثم تنتقل، تقول فاسد عندنا لأنه مبني على أصول عندهم، هذه الأصول التي عندهم فاسدة عندنا. واضح الكلام؟ مش عارف واضح، ما بتردوش عامل زي الخليجيين من الكلام. واضح ولا مش واضح؟ قولوا لي كده عشان اقدر امشي في الكلام. اعتقاد الشيء، الاعتراض الاول على التعريف، بيان الفساد في التعريف. التعريف هو ليه؟ انظر في التعريف، التعريف ماذا يقول؟ يقول اعتقاد الشيء على ما هو به. فالشيخ بيقول كلمة اعتقاد الشيء
لا يدخل فيه علم الله. لماذا؟ لأن علمه لا يقال فيه إنه اعتقاد. علمه لا يقال، علمه صفة انكشاف. فأنت يا معتزلة، يا معتزل تقول العلم اعتقاد الشيء، يعني أخرقت علم الله بناء على هذا. ونحن نقول بأنه يشترط في الحد أن يكون جامعا. يبقى علم الله ليس داخلا في هذا التعريف. يبقى اعتقاد الشيء لا يدخل فيه علم الله، لأنه لا يوصف بأنه اعتقاد، وشأن الحد أن يكون جامعا. دي ليست عبارات الشيخ، أنا أفهم وأكتب. لا تتعجل يا أخ العرب، ولا تضيق واسعا يا أخ العرب. من المهم جدا في العلم أن الطالب يسأل بعد استكمال المسألة، لأنه ربما ما يدور في ذهنك الشيخ لسه هيقوله. فأنت لما تنتهي المسألة يبدأ الشيخ يذهب إلى مسألة جديدة وأنت لسه تسأل. إنما إحنا لسه بنشرح، إنما الشيخ أحمد برضو زين ومشتغل لك لعله، مش كده؟ يبقى ده إيه؟ ده الاعتراض الأول، أن اعتقاد الشيء لا يدخل فيه علم الله، لأنه لا يوصف بأنه اعتقاد، وشأن الحد أن يكون جامعا مانعا. قالوا المعتزلة بنوا هذا التعريف على أصل عندهم، أن الله عالم بذاته. المعتزلة لا يثبتون صفات المعاني التي هي عند أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية أهل السنة يقولون الله عالم بصفة زائدة على الذات، قادر بقدرة زائدة على الذات، مريد بإرادة زائدة على الذات. صفة المعاني العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة. المعتزلة يقولون لا، هو عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته. يعني المعتزلة لا ينفون العلم عن الله كما يفهم البعض، لكن الخلاف حاشا لله في الآلية. أهل السنة يقول عالم بصفة زائدة على الذات، والمعتزلة يقول عالم بنفس الذات. واضح؟ بإيجاز شديد يرد قول المعتزلة دليل العقل، أو قل دليل النقل ودليل اللغة. يعني نحن نثبت صفات المعاني بدليل النقل، قل أنزله بعلمه، يبقى أثبت صفة العلم زائدا على الذات. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وهناك قاعدة لغوية عند العرب، المشتقات لا توجد إلا بعد وجود المعاني. وانت عالم ده مشتق اسم فاعل، مش كده؟ قادر مشتق، مريد مشتق. هذه المشتقات لا توجد إلا بعد وجود المعاني، بعد وجود العلم أو العالم، بعد وجود القدرة أو القادر، بعد وجود الإرادة أو المريد. واضح يا مولانا؟ يبقى بنقول وذلك مبني على أصلهم أنه عالم بذاته،
مريد بذاته إلى آخر الكلام الذي يقول. ويرد قل المعتزلة قل أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والقاعدة اللغوية: الأسماء المشتقة من المعاني لا توجد إلا بعد وجود المعاني. شكلكم بيقول إن أنتم مش فاهمين، لكن نفسي بتقول إن أنتم فاهمين. فيا ترى أصدق نفسي وأكذب شكلكم، ولا أصدق شكلكم وأكذب نفسي؟ صدق نفسي. صدق نفسي إن أنتم مش فاهمين؟ لا يمكن. طيب. نعم. سيدنا رسول الله يقول: أنا ابن الذبيحين، مع أنه لم يقم بهما صفة الفتح. فتح الله عليك. شكرا يا سيدي الشيخ. طبق القاعدة يا سيدي أحمد على ما تشاء وما تريد. يبقى القاعدة: المشتقات من المعاني لا توجد إلا بعد وجود المعاني. لماذا يا مولانا؟ القاعدة تقول المشتقات يعني اسم الفاعل، يعني عالم. نعم. تمام؟ لا توجد إلا بعد وجود الصفة، بعد وجود العلم. صح؟ خلينا في القاعدة الأول. تمام. المشتق عالم لا توجد إلا بعد وجود الصفة العلم. تمام. المعتزلة ينفون الصفة، يقول هو عالم، إذن هما أوجدوا المشتق. إذن أنا لا كيف أجد المشتق بدون صفة العلم؟ فهمت معي ولا؟ معاك مولانا. قول الاعتراض. كلامه تمام، لكن إثبات صفة زائدة عن الذات هذا قد لا، القاعدة هذه قد لا تعطي هذا المعنى. إثبات صفة زائدة عن الذات وجودية، هذا المعنى قد لا يتحقق بالقاعدة. دلوقتي يا سيدنا الشيخ، هل أنا يمكن أن أكون عالما بدون علم؟ لا. انتهت الخلق. هو كيف يكون عالما من غير صفة العلم؟ لكن هل يلزم من هذا وجود هذا العلم؟ لأن يكون هذه الصفة وجودية؟ لا، دي مسألة ثانية. شوف أنت من أي البلاد؟ تونسي. من تونس يا سيدي. المصريين عندهم ما تخلطش برش على برشين، يعني ان في المسائل نخلي كل مساله لوحدها. خلاص، احنا لن نتفق على جزئين: ان الله عالم بصفه زائده على الذات. راحت. هذه الصفه الزائده على الذات مفهومها عدمي ولا وجودي؟ البداية بتقول وجودي، اذن هي صفه وجوديه. صح يا سيدي؟ فتح الله. كان معنا واحد من تونس في الأزهر بس حنفي، استغربت قلت كان درس بالشام، موجود هو؟ بالشام. ها؟ بالشام. استغربت لما قال لي أنا من تونس، ظننت أنه من كبار المالكية، بعدين فاجأني وشرح صدري بأنه حنفي. حنفوه في الشام رضي الله عنه. واضح الاعتراض الاول؟ اسمحوا لي سؤال. تفضل يا سيدي. هم سيدي ينفون الصفه ام ينفون كونها زائدا؟ هم ينفون الصفه وينفون كونها زائدا. الله شوف عالم بذاته، ما في الصفه. عبارتهم كده: الله عالم بذاته، مريد بذاته، قادر بذاته، ما في الصفه. إنما الكلام بقى في الصفة زائدة على الذات ولا عين الذات، ده الخلاف في المدرسة الأشعرية. واضح يا سيدي؟ الاعتراض الثاني أنا عندما أقول اعتراض تنظر على طول في التعريف. تعريف ماذا يقول؟ اعتقاد الشيء.
صح؟ الشيء عند الأشاعرة هو الموجود في الدوارة، والشيء عندنا هو الموجود، صح؟ إذن المعتزلة بناء على هذا عندنا لا يدخلون المعدوم في صفة العلم أو في تعريف العلم، صح؟ ونحن درسنا في الكتب الأولية في العقيدة في الخريدة وغيرها أن صفة العلم تتعلق بأقسام الحكم العقل الثلاثة، فالعلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. إذن أنتم أيها المعتزلة لما عرفتم العلم أخرجتم منه المعدومات، إذ إنكم قلتم بأن العلم اعتقاد الشيء، وكلمة الشيء إنما تطلق على الموجود فقط. شوف لاحظت التعريف، لاحظت العبارة اللي أنا قلتها، قلت لك التعريف فاسد عندنا. ليه؟ لأن المعتزلة يطلقون على المعدومات أنها شيء، فكلمة الشيء في تعريف المعتزلة تشمل الموجود والمعدوم. هذه تجربة، لو الدرس صعب نروح لكتاب أخف فيما بعد. واضح الكتاب ولا في شيء؟ تمام. فالاعتراض الثاني اعتقاد الشيء، الشيء عندنا هو الموجود، فمن ثم لا يدخل المعدوم، وهذا مبني على أصلهم أن المعدوم شيء عند المعتزلة. ولذلك لا ينبغي أن نقول في كتبنا هذا التعريف فاسد، فاسد عندنا على أصولنا، لكن على أصولهم ليس بفاسد. يقول الإمام الباقلاني، يقول لا أكفر المعتزلة إلا لقولهم بأن المعدوم شيء، يعني هو لا يريد أن يكفرهم إلا لهذا القول. طبعا كتب الأشاعرة تحكي قولين في تكفير المعتزلة، الراجح لا، الراجح أن المعتزلة ليسوا بكفار، من ديدن أهل السنة أنهم لا يسارعون إلى التكفير، ومن ديدن المبتدعة أنهم يسارعون إلى التكفير. الإمام أبو حامد الغزالي في فيصل التفرقة يقول لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة، لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة. فالقول الصحيح عند الأشاعرة أن المعتزلة ليسوا بكفار. مخطئون مخطئون، لأن بعض الناس من المتعصبين أوي. ينبغي على الإنسان أن يضع الكوابح، تلك الكوابح يربط لسانه في التكفير. وأيضا الإنسان يربط لسانه في الحكم بأن فلان داخل النار وفلان داخل الجنة، نحن لسنا حكاما على الناس، نحن دعاء إلى الله، نحن ندرس العلم مش حكام على الناس. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في أن الإمام أحمد رضي الله عنه، نخفف الدرس شوية عشان مش كله، بعدما عُزِّب في مسألة فتنة خلق القرآن وذهبت الفتنة، فجلس معه بعض التلاميذ، تلاميذ الإمام أحمد، فقال له هل دعوت على الذين عذبوك؟
فقال وماذا يفيدك أن يعذب أخوك غدا في النار من أجلك؟ مش أنت قاعد؟ الأشاعرة في ضلال، الأشاعرة مبتدعة، الأشاعرة في النار، إيه اللي؟ قال ماذا يفيدك أن يعذب أخوك غدا في النار من أجلك؟ الإمام الباقلاني بيقول لا أكفر المعتزلة إلا لقولهم بأن المعدوم شيء. ومن يقرأ المستصفى الإمام الغزالي بدقة يجد أنه يعتمد كثيرا على الباقلاني، إلا أنه يذكر قوله في آخر المسألة تقريبا. لماذا الباقلاني يقول لا أكفر المعتزلة إلا لقولهم بأن المعدوم شيء؟ ليه عايز أكفرهم؟ بمعنى بمعنى أن الشريك معدوم عندنا، فباعتبارهم الشريك لا، لأجل أن العالم في حالة العدم شيء، إذن العالم قديم، كل الذي حدث أنه ظهر بعد خفاء، لم بناء على هذا القول لم يوجد العالم من عدم، لأن العدم شيء، فالعالم كان موجودا في الأزل بناء على هذا. كل الذي حدث، كما أنت تضع مثلا $1,000 ولا 10,000 دولار تحت التراب، ثم تنفخ التراب فتظهر الدولارات، أنت لم توجد الدولارات، إنما أنت أظهرت الدولارات، الدولارات كانت موجودة. فالإمام الباقلاني يقول بناء على هذا العالم قديم عنده، لكن نحن نتوجه للإمام الباقلاني ونقول لازم المذهب ليس بمذهب، قاعدة، لازم المذهب ليس بمذهب، إلا أن العلماء يقيدون ويقولون لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يكون اللزوم بينا، إلا أن يكون اللزوم بينا واضحا، عند ذلك لازم المذهب مذهب. واختلفوا بقى، لازم المذهب مذهب في المناظرة لما نتناظر، لكن في مسألة التكفير والتفسيق والتبديع لازم المذهب ليس بمذهب، يعني أنت لا تكفر إنسانا آخذا بلازم المذهب. فنحن نقول للإمام الباقلاني ما تقوله هذا ما يلزمه، المعدومات شيء، يلزم على ذلك أن العالم قديم عند المعتزل، لكن هل المعتزلة صرحوا بقدم العالم؟ الجواب لا، إنما الذين صرحوا بقدم العالم هم الفلاسفة. وتبعهم الشيخ ابن تيمية على فرق محله لما ندرس كتب العقل. واضح الكلام؟ الاعتراض الثالث هو الذي ذكره الشيخ في الكتاب. يبقى تعريف المعتزلة للعلم اعترض عليه بثلاثة اعتراضات ذكرها الشيخ في الشرح، إلا أن هنا اقتصر على اعتراض واحد فقط، وهو وهذا غير صحيح لأنه يبطل باعتقاد العام فيما يعتقده. يعني إيه؟ دلوقتي التعريف للمعتزلة اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس. عندنا باعتقاد العاصي. ها؟ باعتقاد العاصي عن النفس على نقطتين. بيقول له يا مولانا وهو بيقرأ في الصلاة فخر عليهم السقف من تحته.
فقالوا مش حافظ ميز. معنا يا شيخ محمد أحمد مصطفى. ما أنا بنسى، أنت بتجيني شهر تحضر معايا وتقول لي يا مولانا أنا ما شفتش إيه وإيه ونفسي أشوفك، وبعدين تختفي، وبعدين تيجي تاني، وبعدين تختفي، لازم أنسى اسمك. طب أنا أحفظ إيه ولا إيه يا مصطفى؟ الحمد لله على السلامة. فأنت يا مصطفى عدلها وصححها باعتقاد العامي. حد تاني عنده العاصي؟ على حبر إيه؟ يعني المطبع على حبر بس. بقول لك المطبع على حبر بس. بعدين انت شيخ عبد الله مش حنفي؟ مهتم ليه بالكتاب قوي يعني؟ مش كده يا مولانا؟ بهذا الحد يبطل باعتقاد العام، وهذا ما ذكره الشيخ. ليه يبطل باعتقاد العام؟ ليه؟ التعريف بيقول ايه؟ اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. ده تعريف المعتزلة. فالشيخ قال هذا يبطل باعتقاد العام. ليه؟ ها؟ لأنه لا تسكن نفسه. لأنه إيه؟ لا تسكن نفسه. لكن من الإنصاف أن نقول، من الإنصاف أن نقول بأن سكون النفس عند العام أو نفس العام أسكن من نفس العالم. نفس العام أسكن من نفس العالم. العالم تعتريه الشبهات والنظر والتأويل، إنما العام اللهم إيمانا كإيمان العوام. لذلك لما دخل الإمام الرازي بغداد وخرج الناس لاستقبال الإمام الرازي ورفعوا المشاعل، واحدة ست عجوز تنظر من شرفة بيتها قالت على ما تجتمعوا؟ قالوا لا نستقبل الإمام الرازي. قالت مين الإمام الرازي ده؟ قالوا لا ذاك الرجل الذي أقام مئات الأدلة على وجود الله. قالت والله لو لم تعتريه مئات الشكوك ما كان في حاجة إلى مئات الأدلة. هل الله يحتاج إلى دليل؟ ده إيمان العوام. الإمام الرازي لما دخل بغداد واستمع إلى قولها قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز. فالعلماء يقولون نفس العام أسكن في العقيدة من نفس العالم. نفس العام أسكن في العقيدة من نفس العالم. وبالمناسبة نقول أنتم طلاب العلم والأزهر الآن بعد الثورة وقبل الثورة قامت موجة في المنتديات في الإنترنت بين الشباب في الإلحاد، علت الأصوات الآن. من 2002 في منتدى اللادينيين العرب، بعدين في المدونات على الإنترنت، بعدين ظهرت على الفيسبوك تويتر الإلحاد بكثرة بين الشباب. فلازم أنتم تدرسون العقيدة بعمق لكي تناقش ولكي تهدي الناس إلى الله. قلت في بعض البرامج مش هنستطيع نرد على هؤلاء من خلال كتب الأزهر التي ندرسها، وهنا نستبين العمق في كتب العقائد النسفية والمقاصد والمواقف التي تدرس في الأزهر عبر القرآن. فاهتموا بالعقيدة مع الفكر المعاصر. مش بتخشوا النت انتوا بتشوفوا الإلحاد الآن بين الشباب، لكن الحمد لله قليل. في دراسة في أمريكا تقول ولم يتجاوز مصر 3%، لكن يقولون في مصر أكثر من 40% لا يثقون لا بالمسجد ولا بالكنيسة. فالمهمة صعبة، نريد أن نعيد الناس الذين لا يثقون إلى الثقة بالمسجد، ونريد أن نعيد الأولاد الذين غرروا بالإلحاد إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ يقول هذا الحد يبطل باعتقاد العام، وهذا ما ذكره الشيخ.
الشيخ الشيرازي ذكر هذا الاعتراض. فإن قالوا أي المعتزلة احترزنا عنه بسكون النفس، احترزنا عنه بأن نفس الإيه؟ بأن نفس العم تسكن بسكون النفس في التعريف يعني، ونفس العام غير ساكنة، قلنا لهم نفس العام أسكن من نفس العالم. واضح؟ فصل. والعلم ضربان، بعد ما عرف العلم قال هو ايه؟ ضربين أو قسمان، قديم ومحدث. يبقى يا مولانا الشيخ أحمد، يبقى الكلام في الأول على العلم بإطلاق، لأنه لو كان يقصد العلم في الأول العلم الحادث يعني علم الله خارج، كان هذا التقسيم ملوش معنى. قال والعلم ضربان قديم ومحدث. فالقديم علم الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بجميع المعلومات. مش احنا بنقول في صفة العلم لله، بنقول صفة أزلية قديمة ينكشف بها، يبقى العلم صفة انكشاف، علم الله أزلي قديم، صح؟ وعلم صفة العلم لله تتعلق بأقسام الحكم العقل الثلاثة، يعني علمه يتعلق بالواجبات، علمه يتعلق بالمستحيلات، علمه يتعلق بالجائزات. فالله من الأزل علم أن ليس له شريكا معدوم، وعلم ذلك من الأزل. وعلم الله عند أهل السنة يتعلق بالكليات ويتعلق بالجزئيات. علمه صفة انكشاف تتعلق بأقسام الحكم العقلي، بالواجبات، بالجائزات، بخلاف القدرة والإرادة فإنهما يتعلقان بالممكنات فقط، وبخلاف السمع والبصر فإنهما يتعلقان بالموجودات فقط، وصفة الحياة لا تتعلق بشيء. في الخريدة كده مفهوم؟ فالشيخ يقول فالقديم علم الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بجميع المعلومات. كلمة المعلومات هنا يدخل فيها الواجبات والجائزات والمستحيلات أو المعدومات. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. ماشي يا سيدي؟ ولا يوصف ذلك، أي علم الله، بأنه ضروري ولا مكتسب. يعني علم الله لا تقول إنه ضروري ولا تقول إنه مكتسب. ليه؟ قال لأن قولك بأن علمه ضروري يلزمه إيه؟ يلزمه الجبر ويلزمه الاضطرار. لأن العلم الضروري البقلاني في المواقف يقول العلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيل. علم ضروري يلزمه، إحنا قاعدين كده الآن، إذا وأنا شايفكم قدام علم ضروري لا أستطيع الانفكاك عنه، يلزمني رغم أنفي أنكم حاضرون وتستمعون إلي، ده علم ضروري. فلو قلت بأن علم الله ضروري كأنه فيه قهر، كأنه فيه اضطراب. يا سيدي معايا؟ ولا تقل عن علم الله إنه مكتسب، لأنه يلزمه الجهل، حاشا سبحانه وتعالى، لأن المكتسب علم بعد جهل. فالقاعدة كده، علمه تعالى لا يقال عنه ضروري ولا يقال عنه إنه مكتسب، لأنه يوهم الاضطرار ويوهم الجهل. والقاعدة عند أهل السنة، الله سبحانه وتعالى يجب أن يتصف بكل كمال يليق به، وهو منزه عن كل نقص لا يليق به.
ليس كما يدعي البعض لأن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون البعض. هؤلاء ليس عندهم دقة في العلم، إنما نحن عندنا قاعدة كلية. الله متصف بكل كمال يليق به، لكن اللي في ذهنك أنت الذي يجب أن يتصف الله سبحانه به ليس عندنا من صفات الكمال، إنه بيمشي وإنه بينزل وإنه ليه رجل وإنه ليه، ليس من صفات الكمال. لكن نحن نقول قاعدة كلية، الله متصف بكل كمال يليق به، الله منزه عن كل نقص لا يليق به. وذلك في الحديث بنقول إيه؟ سبحان الله، مش كده؟ والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. يعني سبحان الله تنزيه، يعني ننزهك عن كل نقص لا يليق بك. والحمد لله ها ثناء، ثناء مش كده؟ بيقولوا كده الحمد والثناء باللسان على الجميل الاختياري، تثني على الله الحمد لله. وأنت يا رب مهما أثنينا عليك فأنت أكبر من كل ثناء، وزكاه والله أكبر. وكما في الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. قل الحمد لله ثناء، ثم أنت تنزه عن النقائص. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأنه نقص، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فهو أكبر من أي ثناء يثنيه الخلق عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ والعلم ضربان قديم ومحدث، فالقديم علم الله تبارك وتعالى وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. والمحدث علم الخلق، ليه؟ لأنه علم بعد جهل، محدث مكتسب خلاص. وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا، علمنا قد يكون ضروري وقد يكون مكتسبا. علمنا ضروري، الواحد نصف الاثنين علم ضروري، الكل أكبر من الجزء علم ضروري، وإحنا قاعدين كده دلوقتي هذا علم ضروري، وقد يكون مكتسب كما أنت تذهب إلى إثبات الصانع فهذا علم مكتسب. لكن خد بالك وجود الصانع ضروري، لكن علمك بالصانع هو اللي مكتسب. واضح الكلام؟ وجود الصانع ضروري. ولذلك يا ابني في العقيدة في مسألة مهمة، نحن عندما نبحث نقول الله واجب الوجود، دائما أنبه لا يكفي عندنا أن تقول بأن الله موجود، ما ينفعش، إنما لازم أن تعتقد أنه واجب الوجود. لأنك لو قلت الله موجود طب ما أنا موجود، إنما الفرق بين وجودنا ووجود الله أن وجوده من ذاته، وأن وجوده أزلي، وأن القديم لا يلحقه العدم، إنما وجودنا إحنا وجود حادث مش كده؟ والوجود الحادث ينعدم بعد وجود ويوجد بعد عدم. إنما القاعدة كل ما ثبت قدمه استحال عدم مش كده؟ وكل ما جاز عدمه استحال قدمه. قاعدة القديم احفظها كده، القديم لا يعدم. القديم ايه؟ لا يعدم. المشكلة الآن بين أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وبين غيرهم أن طلبة الأشاعرة طلبة أهل السنة ليس عندهم عمق في أصول أهل السنة، لأن الكلام عند غيرنا سهل. يعني يأتي واحد يقول يا أخي نحن نثبت ما يثبته الله، والقرآن يقول كذا والسنة تقول كذا، أنتم لماذا كذا؟ هذا العمق في تنزيه الله غير موجود. فنحن الآن في حاجة إلى بحث، كتبت فيه شوية بس يحتاج إلى شيء من العمق
نحتاج إلى إبراز أصول أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية. يعني أنا زي ما في أصول للفقه وفي قواعد الفقه بتجمع، عايزين أصول للعقيدة تجمع المسائل ترتبها تحت بعض. مشغول بهذا جدا، وليل نهار يبحث ويكلمني فيه فضيلة مولانا الشيخ عبد الفضيل القوسي، هو مهتم بهذه المسألة، وأنا دائما يعني أحفزه، لأنه هذه المسألة وخرجت تحل الكثير من الإشكالات بيننا وبين غيرنا في العقيدة. فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. علم ضروري، تعريف الباقلاني، والعلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيل. أنت اسمك محمد، ما تعرفش تنفك عن هذا. طب أنا مش اسمي محمد النهاردة، ينفع؟ علم ضروري. السماء فوقنا، علم ضروري. الأرض تحتنا، علم ضروري. الشمس طالعة النهاردة الأربع، كل دي علوم ضرورية لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. ومن أراد الانفكاك عنه لك الودع، حصل له خلل في العقل. لو واحد قال لا 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 النهاردة الخميس، النهاردة يا عم النهاردة أربع تناس، لا 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 النهاردة الخميس، مش فاهمين حاجة. يبقى ده مصيره مستشفى الايه، الأمراض العقلية. مش كده يا مولانا؟ إلا إذا كان من الشكاك أو من السوفسطائيين. وجود الصانع ضروري طبعاً، وإثبات الصانع ضروري، مع إن وجود الصانع كثير من الناس يدفعوا عن نفسه. يدفعوا إزاي؟ يعني إما بشكل أو بشبه. ما ده اللي إحنا قلناه. لكن ما ده اللي إحنا قلناه. الصانع في ذاته وجوده ضروري، حصول العلم بذلك نظر. مع أن الباقلاني في الكتب الكلام يقول من العلوم المكتسبة التي تنزل منزلة العلم الضروري العلم بالصانع والعلم بحدوث العالم، وأنا في النسخة بتاعتي كتبت بالقلم والعلم بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وما بقولش علم ضرورية، ويقول من العلوم المكتسبة التي تنزل منزلة العلم الضروري. ولما تيجي تتامل تجد حتى الفكر الحديث كده، الفيزياء الحديثه، ما حدش الان في العالم من الفيزيائيين والكيميائيين بيقول العالم قديم. كل العلم الان اثبت ان العالم الكون له عمر. ما دام له عمر اذا حادث، مش كده يا مولانا؟ ما دام له عمر اذا حادث. يعني الكلام الذي كنا نقراه في كتب الكلام القديمه، العالم اما ان نقول بانه حادث واما ان نقول بانه قديم، هذا تلاشى الان، إذ لا يوجد أحد من العلماء يقول بأن العالم قديم. ومع ذلك نحن نقول لو قيل لنا العالم قديم، نقول القاعدة العقلية تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية له أمر مستحيل. احفظوها، الشيخ مصطفى صبري يرددها في كتاب موقف العقل، تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية له أمر مستحيل. من اللي أوجدك؟ قلت لي أبويا. وأبوك؟ قلت لي أبوه وأبوه، لغاية ما رحنا لآدم. من أوجد آدم؟ قلت لي آدم أبو آدم، في واحد تاني اسمه آدم، وآدم أبو آدم، وآدم أبو آدم، وغير شنين ورق لعينتي. هذا مستحيل في العقل، لابد أن تنقطع السلسلة عند واجب الوجود وهو الله الخالق لكل شيء. ولذلك في أهل السنة عندنا إسناد الممكنات كلها إلى الله بإرادتي ومشيئة، يعني الكون كله خلقه الله وفق إرادتي ومشيئتي. إنما تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية أمر مستحيل. في الفكر الماركسي في واحد اسمه إنجلس، كنت تسمعوا بيه إنجلس، ده شريك ماركس. يا رحب أنا مصطفى، لا إله طيب. إنجلس ده شريك ماركس في وضع الماركسي. في واحد آخر اسمه أنتي دهرين، ليه كتب بهذا العنوان، فكتب لإنجليز بيقول له فضل سيدي
ما هذا بس سؤال جديد حاجة جديدة حاضر فبيقول أنت بيقول لي إنجليز بيقول له إن عقلي لا يهضم تسلسل العلل الضعيفة إلى ما لا نهاية بيقول له عقلي مش قادر يستوعب هذا وكتاب مطبوع بالعربي مترجم مطبوع في دمشق فرد إنجليز كتب له عبارة قال له ويحك لا تنطق بهذا الكلام لأنك بهذا تضع يد المؤمنين على الزناد أفضل الكتب تعلمك علم الكلام بالفكر الحديث كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين الشيخ مصطفى صبري بعد ما تقرأ الجوهرة والنسفية وكذا تعكف على هذا الكتاب فهو الذي يعلمك الجدل ويعلمك كيف تناقش الملاحدة والفلاسفة واللادينيين موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين يقع في أربعة أجزاء سيدي المقصود بالعلل الذاتية العلل غير الذاتية نعم والذاتية العلل الذاتية اللي هي من ذاتها مفيش نعم وهو إلا إذا ولا نقول على الله بأنه علم لكن الفلاسفة يقولون علة الموجودة يقول هو العلة علة الموجودة لكن نحن لا نقول بأن الله علم فالضروري كل علم لازم المخلوق أنا ما أعرفش يا سيدي الوقت إيه مفتوح ولا إيه لا يا سيدي طبعا ساعة يعني يكفي ولا أكثر لا عشان أنا أربط الكلام يعني يكفي لسه شوية لا يا سيدي تحت أمرك أنا بس عشان ما أنا عندي تسجيل في التلفزيون بالله فالضروري هو كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبه وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس كل العلوم المحسة ضرورية خلاص والعلم بما كل ده ضروري وإيه تاني ضروري قال والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية علم ضروري يبقى التواتر يفيد العلم الضروري ده الكلام الموجود في الكتب لكن الشيخ عبدالله الغماني وإحنا طلبة صغيرين كان يقرأ اللمع بس كان يعني ما بيشرحش كده كان يفك العبارة بتاع يقول لا ولما في نزة نظر يقول لا التواتر يفيد العلم النظري لأنه العلم الضروري يلزم كل مخلوق فأنت لو سألت الراجل بتاع البطاطا بره وقلت له الحديث متواتر ما عارفش متواتر يعني حتى تلزمه بالعلم طب ما نقول علم ضروري أهل الفن ممكن هذا واقع لكن نقول التواتر ممكن نقيد التواتر يفيد العلم الضروري إذا تضمن معلوما من الدين بالضرورة والعلم الضروري لا يحتاج إلى نظر العلم الضروري هذا مفروغ منه لا يحتاج إلى نظر هذا مفروغ منه لا نتكلم فيه نحن نتكلم لأن في إفادة العلم إنما العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال والعلم المكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال هذا معنى على كلام الشيخ نعم وما سواء يعني لا يعني هو الشيخ يقول انك انت كيف تقول بان المتواتر يفيد العلم الضروري العلم الضروري لا يمكن دفعه لان يلزمك هل المتواتر من الحديث يلزم نفس كل الناس ولذلك هو رحمه الله كان يرى ان قراءه المصطلح لا تفيد الكسره هو يقول اقرأ كان يقول لك اقرأ نزهة النظر ثم انطلق إنما الاشتغال بالحديث عايز التطبيق العملي إنما احنا بنقعد نقرأ المقدمات وبنقعد في الأزهر نقرأ كتب المصطلح ونعيد ونزيد لكن في الناحية العملية والاهتمام بالحديث الآن ينبغي على طلبة الأزهر لأن الحديث اهتم به كثير من المبتدعة انتم لازم تهتموا بالحدث طيب سيدي
بناء على كلام الشيخ العلم بوجود مدينة اسمها بغداد ليس ضروريا عند بعض من لم يسمع بها من الدول البعيدة. لا، لأن هذا علم استند إلى المشاهدة، استند إلى الحس. خلاص كل الناس الآن، ما في واحد في الشارع بتاع بطاطا بتاع بليلة دكتور طبيب اللي عارف إن في بلد اسمها أمريكا، صح؟ قال يا سيدي: وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم وخجل الخجل ووجل الوجل وما يشبه مما يضطر إلى معرفته. والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال. يبقى الضروري يقع عن نظر واستدلال، والمكتسب يقع عن نظر واستدلال. كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل. العلم بحدوث العالم عاوز نظر، العالم حادث، تنظر معنى الحدوث ومعنى العالم، كل حدث لابد له من محدث، وتصل بهذه المقدمات إلى النتيجة، فده علم نظري. وإثبات الصانع، تثبت أن الله موجود، هذا أيضا علم نظري يحتاج إلى براهين. ما هي البراهين على وجود الصانع؟ أربعة. نعم، البراهين يعني يترتب على فرضية، بس هو عدل يشرح لأنه خلاص احنا في، يترتب على فرضية أن الله غير موجود أربع محالات عقلية: الرجحان بدون مرجح، التسلسل، الدور، دليل العلة الغائبة. خدها كده في الطريق بعدين ربنا يفرح. وصدق الرسل، لأن صدق الرسل تحتاج إلى أن تنظر في المعجزة، ثم المعجزة تهديك إلى صدق الرسول. ولذلك القرآن دليل على صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وليس العكس. يعني ما تقولش بما أن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن فالقرآن صدق، لا، القرآن معجزة. إذن القرآن دليل صدق النبوة، القرآن دليل النبوة. واضح الكلام؟ يبقى القرآن دليل على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس العكس. ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر. وتلاحظ ان الشيخ بياتي مره بمساله عقليه ومره بمساله نقليه، الصلاه وكذا مسائل نقليه، ووجوب الصانع مسائل عقليه. وحد الجهل ملوش موقع هنا، انما الشيخ عرف الجهل لذكر مقابله. ولما ذكر العلم قال طب الجهل، لان العنوان باب بيان العلم. لما ذكر العلم ذكر ما يقابله وهو الجهل. قال وهو تصور المعلوم على خلاف ما هو به. وتعريف الشيخ للجهل هنا تعريف لنوع من الجهل، هو الجهل المركب. أن الجهل نوعين: جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء، الشيخ ما ذكروش، وجهل مركب وهو العلم بالشيء على خلاف ما هو به. واضح؟ وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن تعريف المعروف إدراك الطرف الراجح. خلينا نختم بقى. العلم إدراك جازم، إدراك الشيء على ما هو به، دعي عن دليل. الظن إدراك الطرف الراجح، الوهم إدراك الطرف المرجوح، مش كده؟ الجهل عدم الإدراك، دي بيسموها مراتب الإدراك. لا، نقل بعد مسألة الظن
الآن يناسبكم يعني يوم الأربع بس أجي على الساعة 12، أنا بخلص محاضرة الساعة 11 في الكلية، ولا مثلا بعد صلاة الظهر مباشرة يعني 12 وشوية؟ ناسي يا سيدي؟ أصل لا واحدة دي مشكلة، لأن أنا المحاضرة عندي من 9 ل 11 فأفضل قاعد كده صايع من 11 لواحدة، فلو بدرناها شوية طيب بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر مباشرة، صلاة الظهر ونبدأ ماشي يا سيدي، وفي الأزهر أيضا بعد صلاة الظهر. هذا بقى قصة ثانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.